السلام عليكم. السلام عليكم. هلو سلمى، أسلم. نعم تسمعني؟ Yes, we can hear you very السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في اليوم الثاني من ديزاين كان. قبل ما نبدا نبغي نعرفكم براسي. انا سميتي سلمى البقال، بي اتش دي ستودنت ودي اس سي ليد من جامعه حسن الاول من المغرب، وغادي تكون معايا ان شاء الله اليوم في الجستون راوند. راوند، ار يو هير؟ هلو هلو ايفري وان، اي هوب ذات يو ار دوينج ويل. سو ايم راوند سكوري، Junior Computer Systems Engineering student at MIT, which is basically the SMU, here at the South Mediterranean University, here in Tunis. And also I'm a remarkable facilitator, which is powered by Google as well. And of course, I'm a DSC lead at SMU. So welcome to our today session. I hope you guys are gonna enjoy it. And now I'll let the floor to my colleague, Salma. Thank you. So much, Rawand. So, كيف مسبق لي وذكرت اليوم هو اليوم الثاني من ديزاين ويكاند. فبالنسبة للناس اللي ما كانت معنا البارح، فالبارح كانت بريزونطاسيون على الايفنت وعلى الدي اس سي اللي منظمين هذا التظاهر هذه، وكانت كذلك سيشن على الفيجوال ايدنتيتي والجرافيك ديزاين اللي قدمها لنا عبد الرؤوف. فاللي بغى يعرف بليس ديتاي فغادي تلقاو اللايف مسجل في صفحاتنا في الفيسبوك، تقدروا تشوفوه في اي وقت. اما بالنسبة اليوم فغادي يكون معنا تو سيشن. الأولى غادي تكون مع بسام كربيا، واللي غادي يقدم لنا سيشن على هاو لا تورنين يور ايديا انتو برودكت، وثاني سيشن ان شاء الله غادي تكون مع حكيم علواني واللي غادي يجاوبنا على السؤال وات ميك ذا ويب سايت اور نوت اتراكتيف. سو ليتس ستارت اور ايفنت. خلينا نرحب اول سبيكر معنا بسام. بسام معنا بسام؟ I think Bassem is not here yet. Let's wait for a couple of minutes. And don't forget, guys, that those sessions are for you, to help you to give a quality solution, and also to let the floor to your creativity. وعملين عليكم وعلى the projects that you'll be presenting. Good luck for all of you guys. مرحبا بكم الناس الكل. دونك كيف ما كانت تحكي سلمى، مي عندي رمارك صغيره.
بالنسبة للوقت انتم فما 45 مينوت و 15 مينوت في تاعك أسئلة أكيك به. بالنسبة لي نحبذ أنه ما يكونش فما وقت ما يكونش فما الوقت نتاع الأسئلة في الأخر، ماذا بيه تكون معناها الأسئلة أنكور، أنه إذا كان عبد عنده سؤال يسألني في وقتها، وإذا كان الفرصة متاحة أني باش نجاوب ونجاوب وقتها، سينو تكون حكاية عندي أني ونجاوب من بعد. أوكي مزيان. سو السيشن تاعك ديرها كيف بغيتي. أوكي واضح. باهي. نعرف أنه مش الكل توانسة، دونك باش نحاول نحكي ديجا بديت الماكسيموم بوسيبل، معناها بحاجة مفهومة. ديجا اللونغ تاعنا مش مفهوم، مش صعيبة برشا برشا. باهي دقيقة نحاول نبارتاجي. باهي دقيقة لحظة، جست نكتيفي الشير سكرين على الكروم خاطر لقيتها من ناحية. كياخد وقت بسام. بلا جست خاطر على الكروم لازم نكتيفي الشير سكرين، لقيتها مسكرة. Go to system preference. Screen recording. عجبك سكرين ريكوردينغ لايك شيك في المهم او فيسبوك. Security and privacy. The privacy. On the left, on the left, click screen recording. باهي جيت سامحوني باش نخرج ونعاود ندخل، على خاطر
لازمني نسكر الكروم باش اكتيفي انه نجم نحل ال شير سكرين. اوكي بس اوكي بيه اون برانسيب قاعدين تشوفوا تو في ال كرينا وي بيه دونك ساعة سامحوني على التعطيل هذايا. اول حاجة مرحبا بكم الناس كل. دونك اليوم بعضنا باش نحكيوا على كيفاش باش من ايدي تنجم توصل بها البرودكت. اول حاجه اسمي بسام كربية دو باز سوفتوير انجينير نخدم ويب وموبيل في الوقت الحالي نخدم موبايل انجينير في اكسلرنت وكو اورجنايزر في جوجل ديفلوبر جروب في سوسة وكوفاوندر تونيزيان فلاتر كوميونيتي. قبل ما نبدا وندخلوا مع بعضنا نحب انه تكون اي شخص عنده اي سؤال يقول لي ديريكت مش مشكلة نجم تقص عليا وتقول لي راهو كذا وكذا خاطر نعرف انه السؤال يفقد القوم تاعو ويفقد المعنى وانت شنو تقصد به كيفاش تخليه للاخر بالكل. واذا كان لاحظت انه اني هو بعيد برشا ولا اني باش نفسره زي شويه ولا حاجه ديجا تو اني نقول لك. والحاجه الاخرى انه بالحق اي حاجه مش مفهومه دونك اسالوني ديريكت. احنا هنا الناس كل جايين باش نتعلموا بعضنا دونك وما فماش حتى عيب انه عبد ما يعرفش حاجه. اي حاجه نجموا تسالوها واي سؤال دونك اسالوهولي. وكيف ما كنت نحكي مع سلمى انه ماذا بيه تكون 45 مينوت وال15 مينوت مع بعضهم لاني ما نحبش بارتي بريزونطاسيون بارتي كيستيون ماذا بيه تكون فما انتراكسيون بيناتنا وكيف تكون المعلومه توصل اسهل وخير سورتو في سوجي كيف هكا مانيش باش نخدموا كود ولا مانيش نخدموا حاجه اللي تتطلب انه في حتى اللي نوصلوا للاخر باش نشوفوا الريزلتا ونسالوا. دونك ماذا بيه تكون اي حاجه مش واضحه ولا جاتك فكره في مخك ولا بروبوزيسيون تقولها ونشوفها انه بالانتراكسيون توصل المعلومه اسهل. تفهمنا ولا وين فاهمين؟ لا ما غير ما تكتبوا ما تكتبوش في الشات. حلو حلو الميكروفون تقولوا واضح. It's okay واضح. 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 زيدوا كابتن واضح آخرين مش نبدأ. واضح. 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 به دونك نجم نبدأ توا. أول حاجة باش نقول لكم احنا الكونتكست تاع التولك هذا شنو بالضبط ولانه تفرق بين ان الكونتكست تاع انسان عنده فكره اونتر بارونتيز يحب يوصلها للستارت اب لان الستارت اب علاش قلت اونتر بارونتيز لانه ديما قاعده الكلمه دي تستعمل في بلاصه مش في بلاصتها وبين انك باش تخدم ايدي في سوسيتي يعني في سوسيتي سيرفيس دونك باش تكون فما كليون باش يعطيكم فكره حتى توصلوها للاخر. احنا اليوم باش نحكيو مش بنحكيو على السوسيتي مش بنحكيو على الديمارش هذاك الكل برغم ساعات فما تقارب بينات الستيبس في الزوز. دونك باش نحكيو على انسان عنده فكره في مخه
ويحب يوصلها للبرودوي ولا الستارت اب ولا الحاجة ينجم يبيعها. باه اليوم شنو باش نعرفوا مع بعضنا؟ اليوم باش نعرفوا مع بعضنا لي ستيبس اللي نمشيو بيهم، شنو هما لي زوتي اللي يعاونونا في الحاجة ذي، شنو هما المشاكل اللي نجمو نلقاوهم، وكيفاش نتعداو بالخطوة بالخطوة، وشنو أهمية كل حاجة في كل ستيبس. ولهنا نحب نقول لكم أني اللي باش نحكيه اليوم ماهوش حاجة تيوري، معناها ماهيش حاجة قايلينها عبيد وأنك لازمك تعمل هكا وهكا وهكا. في الحكاية ذي ديزاك أصلاً كي تلوجوا في الانترنت باش تلقاو بارشة دي استراتيجي وبارشة يقول لك شنو تعمل وشنو ما تعملش، وحسب كل واحد السيتياسيون تاعو. لأنا باش نحكي لكم من اكسبيريونس، من آخر اكسبيريونس عشتها في الحكاية ذي، وكيفاش وليت نشوف أنا هي ديجا العباد اللي حضرت معايا في دي تولك ولا دي فوركشوب قبل، كلك سواء في تكنيك ولا مش تكنيك، ديما نحب انه الواحد باش يوصل للاوبجيكتيف نتاعو دونك يوصل باقل وقت ممكن وباقل كوك ممكنه، مي كوميم دو كاليتي. يعني اللي باش نحكيه اليوم واللي ستيبس اللي باش نحكيهم اليوم، كيفاش تنجم توصل البرودوي نتاعك، كيفاش تنجم تبني الفكره نتاعك من اللي هي فكرة حتكشي اللي تولي برودوي ريال وينجم يتباع وينجم يدخلك فلوس ويجيب ديك كلاينتس بأسهل طريقة ممكنة اللي نشوفها أني وصلون الإكسبرينس اللي عشتها. وتو نفسركم علاش كل حاجة علاش به واضحين ولا ايه؟ yes. واضح به. كيف ما قلت لكم اي عبد عنده سؤال يسال، فاز نتاع انه يكون سكوت تام هكا الناس كل مسكر الميكروفونات واللي قاعد نحكي برك، الحكايه ذي ممله لي يعني ممله لكم انتم راه. وذي هي برمي الحاجات اللي لازمنا نغيروها ديما في الميثود نتاع التعلم، لانه مش هكا نتعلموا بالنقاش. بنعرف ان احنا مازلنا ما بديناش، دونك مانيش اللي فيكم جوست قاعد نوضح في البوينت فيو نتاعي. شنو أول حاجة قبل ما نبدأ ونحكي شنو لازمنا نعمل؟ أول حاجة شنو الحاجات اللي ما لازموش نعملهم دوما تجيك فكرة في مخك؟ ما باهي دقيقة قبل ما نبدأ، في اللي حاضرين تو قداش من واحد ينجم يقولنا أنه عنده هو فكرة وقاعد يختم عليها ولا يحب يختم عليها؟ اللي عنده كيف كيف حل ميكرو خليها تدخل بعدها بالصوت نسيت. فما حد زوز كهو يا جماعة بيه؟ نعتبر انه زوز كهو ميسيلش اليوم فرصة باش انه ثلاثة توجدك الفكرة وشنو بيه دونك كيف كيف كل شخص قادر من انه يعمل حاجة اللي يحب عليها، وقادر انه مش بالضرورة انه لازم تكون عندك فكرة ولا قاعد تخدم على فكرة باش تحكي باش تحضر تولكات، لا بالعكس، بل احنا باش نحكيه كلك سواء انت عندك فكره وكلك سواء انت اما مش باش نحكيو كيفاش تجيب الفكره هذاك، علاش لانه هذا سوجي اخر وهذا ان شاء الله نجم نحكيه في فرصه اخرى، انه كيفاش نجم تلقى فكره في وتخليك انت تخدم فيها بطريقه موتيفون. باه كيف ما قلت لكم قبل ما نبداو نحكيو شنو الحاجات اللي لازم نعملوهم باش نوصلوا للبرودوي نتاعنا، باش نقولوا شنو هما الحاجات اللي ما نعملهم. كيف ما قلنا دوب ما تجيك الفكره ما لازمكش تبدا تخدم عليها ديريكت، وهي سورتو العباد اللي عندهم باك جراوند تكنيك. العباد اللي جايين باك جراوند تكنيك ثم صوت ولا اني غلط؟ هاكا نسمعك مزيان سي بون هاكا مريك، مي فما واحد مجدي به قال عودنا الكيستيون به قلت لكم فما شكون عنده فكره يحب يختم عليها ولا قاعد يختم عليها هذاك الكيستيون، مي في الوقت الحالي تعاديني حبيت نكون نشوف قداش من واحد عنده فكره يحب يختم عليها. اي عندي فكره كيك زادنا الرابعه سيدي مريك
ماما انا عندي فكره ماما شنو قلت لك عندي فكره ماما انا اوكي واضح واضح ان شاء الله ان شاء الله كل شخص عنده فكره يحاول يحقق الحاجه اللي يحب عليها وهذا اللي مش نحكيه اليوم بخلاف خلاف انك ما تتكيش ديالك ديما قلنا هذه المشكله ديما تصير في العباد اللي عندهم باك جراوند تكنيك يقول لك ديريكت يبدا يخدم برودوي وفي بالو كيخدم البرودوي نتاعو ديفلوبي سي بون الحكايه نجحت وصل لوبجيكتيف نتاعو مي هي راهي غلطه كومبليتوم وتو نشوفوا البروسيس اللي تعدوا بهم قبل ما نوصلوا للبارتي تكنيك واهم اهم 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 فاز هي الفاز الاولى قبل الفاز تكنيك اهم برشا من البارتي اللي بتخدم فيها معناها ديفلوبي فيها البرودوي نتاعك باهي العباد اللي ماهمش خاطرني قاعد نحكي بالتونسي تفهموا فيا انا نفهمو بيك اوكي مليقل على الاخر باهي مليقل الناحية واضحة على الاخر به ثاني حاجة don't try to go fast يعني ما تحاولش أنك جوست توصل لوبجيكتيف نتاعك بأي فيسع فيسع ما تحاولش أنك عندك فكرة تخدمها في شهرين في ثلاثة شهور ولا في شهر ما عندكش نجم لا مش متنجم مش نجم تخدم الفكرة نتاعك حتى جمعتين صلون الفكرة مي فما اتيود كبيرة تصير قبل مي ديفلوبمون وأنك كيفاش توصل الحاجة دي نجم تكون ساعات فكرة صغيرة واللي الوقت معناها جوست في شهر من زمان نجم تخدمها وزيادة كيف كيف واحد من الأحسن أنه يشجع روح ويبدأ يحلم بالفكرة متاعه وقاعدة هكا تدخل في فلوس وفي كليونات قاعد يبيع وكل شيء لكن ما تخليش روحك تعيش في وسط الحلم هذيك لدرجة أنك بعد لقدر الله تفشل ولا لقدر الله ما تمشيش الأمور كيف ما تحب وفي الأغلب رأي الأمور ماش بتمشي كيف ما تحب دونك الحكايه هنا تسبب لك برشا ميمون وتقعد ديما في مخك التصويره اللي انت حلمت بها وهذيك تعمل لك برشا مشاكل واحد به انه يحلم به انه يحاول يحلم بالحاجات اكثر برشا من اللي هم عنده منه مي كمان يحاول يكون رياليست شويه به دونك شنو هو لازمنا نعمله اول حاجه تو باش نحكيوا على اول حاجه لازم تعملها باش تبدا تبني الفكره نتاعك دونك ناكد لكم ماهيش حاجه معناها ريال ماكش لازم تكون تمشي تكتب حاجه ولا تستعمل حاجه ولا حاجه اول حاجه لازمك تثق في روحك وهذه عندها دور كبير على الاخر على الاخر ومن اهم الحاجات اللي يخليك نجم توصل لانه الثقه في روحك تخليك تخدم بطريقة صحيحة وأغلب العبيد اللي معناها وصلت وتكون عندها ثقة في روحها وهذه تخليك زادة تمشي خطوة خطوة لأنك ما تخليكش تزرب لأنه فما برش عبيد يبدأ ثقة في روح وما هيش برشة دونك وتجي يحكي الفكره نتاعه واصحابه ولا الانتوراج نتاعه يقولوا له دي ما عندها فين عندها فين توصل كذا دونك يحاول يزرب فيس على الماكسيموم بوسيبل باش يظهر لهم انه هي تنجم توصل والحكايه ذيك خايبه برشا دونك خلي عندك ثقه في روحك وراهو انت قادر على اكثر ما كنت تتصوره بالحق اذا كان تركز مليح واذا كان تاخذ ثقه في روحك ان شاء الله من اليوم فما برشا دي ميثود اللي يخليك كيفاش تاخذ ثقه في روحك مي اول ايتاب بالحق لازمك تاخذ ثقه في روحك به ثاني حاجه اذا كان عندك ايدي وتحب توصل بها الحاجه كبيره برشا دونك لازمك تخرج من الكومفورت زون تاعك وهذه اهم حاجه ما فماش حتى شخص ينجم يحقق معناها ايفولوشن باللي نتاعو وهو مازال في الكومفورت زون فماش حتى انسان يحب انه يوصل للدين تاعه ويحب انه يختم على الدين تاعه معناها مليح وهو في الكومفورت زون لانه الحكايه ما فيهاش حتى ادنى كومفور والنجاح ما فماش نجاح سهل لكن ما فماش نجاح مستحيل دونك لنعرف انه الحكايه ذي تبايع معناها كل واحد وطبيعته ينجم يكون انسان فما عباد ربي خلقها وصلون الصغر اللي تعدى بيه وصلون الانتوراج اللي خليته ديما ما يحبش يخرج من الكومفورت زون تاعه وفما عباد معناها الانتوراج عاونها دونك انت حاول انك تخرج الماكسيموم بوسيبل نعرف ماهي سهله مي
بالحق قبل ما تبدا تخدم على الليدين تاعك وانت تعرف روحك في المكش مرتاح ومكش واثق من نفسك برشا وما تحبش تخرج من الكونفورت زون تاعك، اخدم على البوان هذه قبل كل شيء. به تو نتعداو للحاجات اللي المهمه على الاخر، على الاخر من قبل ما تبدا تبليكي في الليدين تاعك اللي هي تعمل الاناليز نتاع الليدين تاعك. وكيفاش تعمل الاناليز؟ اول حاجه اغلبنا كي تجينا الفكره دونك نبداو مثال قاعدين وتبدا تفكر فيها وتتخيل فيها، وحتى كي تجي تحكيها ساعات في برشا حتى اني كنت هكاك معناها اني كي تجيني فكره دونك لا عمري اصلا نكتبها ولا عمري نعملها اناليز، دونك نقعد نخمم فيها بمخي نكبرها زاد برشا مخي نشوف اللي فكر كل مخي، وحتى كي نحكيها نحكيها لصحابي ولا نحكيها للانتوراج نتاعي كي نبدا نحكي نبدا متحمس على الاخر ونبدا في مخي ليدي هذيك ناجحه 100% ونبدا نحكي على ليدي نتاعي وتنجم تعمل هكا. وساعات واني نحكي تجيني الافكار نزيدهم في ليدي هذيك، وهذه الاخيب حاجه تنجم تكون. دونك اول حاجه حتى لو كان ليدي نتاعك تكتب في جملتين اكتبها وقعد اللي عندك في مخك كل في الليدي اكتبه، لانك وقت اللي قاعد تكتب ناكد لك انهم يجيو كبار شي حاجات، واذا كان اللي انت ما تفيقش بيهم وانت قاعد تخمم خاطر وانت قاعد تكتب باش تكون مركز اكثر. به لازم كيف ما قلنا تو بعد نشوفوا كيفاش يصير الاناليز بالضبط. دونك تعمل بعد ما تكتب الليدي نتاعك خاطر نجم تكتبها كيف ما قلنا وبعد جيك أفكار بتحسنها ترجع تكتبهم. ثاني حاجة أنك تشوف اسكو الليدين تاعك موجودة ساعة ولا مش موجودة، لأنه فما بارش عباد يقعد يحلم بالفكرة متاعه ويبدأ يحكي فيها كل شيء، لكن وقت اللي ساعات فما عباد ما نعرفهم أنه يوصل يبدأ يختم كل شيء لكن يلقاها موجودة ما هم يعرفهاش. وهذا راه ممكن تلقاها موجودة مش معناها أنه الليدين تاعك راي سيبون تبطلها، لا لا، في برشا حالات معناها عباد الفكرة موجودة وخرجوا نفس الأفكار بأكثر من مرة ونجحوا، لكن لازم تكون فما البصمة متاعك أنت اللي باش تعمل الديفيرونس. ثالث حاجة واللي هي مهمة على الأخر، على الأخر أنك تثبت إسكوليدي متاعك عندها مارشي ولا ما عندهاش. معناها كيفاش باش تطلع انه انت عندها مارشي ولا لا سولون الافريج ايج تاع ليزيتيزور نتاعك سولون الدومين نتاعك. مثلا بار اكزومبل كيف ناخذو مش كيف ما فكره تخدم على الماكله ولا فكره تخدم على الترانسبور، كيف ما فكره تخدم على القطاع الفلاحي. ولهنا نشوفوا انه المارشي مختلف كومبليتمون وفي السايز كهو معناها في الكبر توسكي ماكله ترانسبور بار اكزومبل كبير على الاخر، والشكون معناها الافريج ايج نتاع الزيتيزاتور هما كبير برشا، بينما الفلاحه مربوط بعد تخدم جوست الفلاحه ما فماش انسان عادي تلميذ مثلا مش يكون انتريسي بفكره تسهل البروسيس مثلا بين فلاحه في بعض. وهذه حاجات مهمه على الاخر ويعطيكم بدكي تعدي وقت تقعد تشوف اسكو الليدي نتاعك موجوده ولا والليدي نتاعك عندها مارشي ولا. وكيفاش باش تعرف انت تو ما فماش انا كيفاش تعرف ساعه عندها مارشي ولا هذايا نحب انه نعرفوا من عندكم انتوما. حبيت انه انتوما تسالوني كيفاش نعرف انه الليدي فيها مارشي ولا كيفاش باش تعرف الليدي نتاعك عندها مارشي؟ كيف ما كنت نحكي بكري دونك تحط الافريج ايج بتاع العباد ثوما قديش النومبر، وما تقولش راني متاكد يعني انه يستعملوها. مثلا فما برشا عباد عندها المشكله نتاع والله عندي فكره، تقول له انت سالت عباد شفت كل شيء يقول لك لا متاكد. كيفاش متاكد؟ يقول لك لا نعرفهم. حاول اسال معناها امشي دور. مثلا انت عندك ابليكاسيون مثلا تخدم على ديزيتيون ولا تخدم على ماكله ولا تخدم على ترانسبور ولا تخدم
على اي حاجه يستعملوها الناس. كل دور اسال صحابك، دور اسهل العباد اللي يخدموا في الدومين هذاك، ما يقلقش لو مثلا تنجم تمشي لاي حتى شخص ما تعرفوش تقول له راني انا قاعد نخدم كذا وكذا، نحب نسالك الحكايه دي، اسكو تعاونك في خدمتك ما تعاونكش. ما تبديش انسان يبدا يخدم ديريكت هو مش عارف الشخص هذاك يقبلها ولا لا. ناكدوا لكم انه راه كي تمشي تحكي فما برشا حاجات ما يجيوش لبالك، كي تمشي تحكي مع عباد سورتو في التيرا عباد يخدموا في الدومين هذاك باش يوضحوا لكم برشا حاجات، وهنا نجم تجيب لك فكرة أكثر من الفكرة، أقوى من الفكرة اللي كنت أنت تخدم عليها. وهذه راه نأكد عليها على الآخر فاز امبورتانت على الآخر على الآخر، واللي هي مهمة مهمة برشا. به دونك تاو هاو لهنا باش نشوفوا أنه شنو باش تعمل بعد ما تتأكد أنه الليدين تاعك عندها مارشي والليدين تاعك مثل موجودة ولا ماهيش موجودة، وتكون كاتبها الليدين والحكاية دي الكل راه وتنجم تاخذ لك معنا حكاية أربعين الحكاية ماهيش بروسيس طويل على الاخر، معناها انك مش تكتب وتشوف ساعه المارشي موجود ولا هذاك سيستم اخر، وذاك معناها دي استراتيجي كيف ما كنت نفسر فيهم، والحقيقه هاي يستحقوا برشا وقت باش انا نفسروهم، وما فماش حاجه هكا معناها جلوبالمون كيف ما فسرت بك هذوكم الحاجات جلوبال، مي سلون الدومين نتاع الايدي نتاعك تكون فما الاستراتيجي نتاع باش تعرف اسكو عندك انت ساعه مارشي ولا ما عندكش. به دونك بعد ما وضحت شويه كالفكره في مخك، لانه امبوسيبل تكون عندك فكره واضحه من الاول بالكل، بعد ما وضحت الفكره شويه في مخك تمشي تقسمها الافكار اصغر. باين لهنا حاطط ديفايد يور ايدي انت برينسيبال فيتشرز، ما عرفش كلمه فيتشرز تكون صحيحه ولا لا، مي بيسكاني خاطر من باك جراوند تكنيك دونك حطيتها فيتشر، واللي نقصد بها انه مثال تقسم الايدي نتاعك الافكار صغيره. به اليوم دونك حبيت كيف ما قلت لكم اني باش نحكي سلون الاكسبيريونس نتاعي، وباش نحكي حاجه معناها ريال اللي عملتها وحاجه شنو هما الستيبس اللي عملتهم، وباش نفهموا اكثر وما نقعدش كيف ما عديت الوقت ديال كل قاعد نتسمى اونت بارنتيز ننظر عليكم. دونك حبيت انه ناخذوا اكزامبل ريال لاني قاعد نخدم عليه البريود هذا الكل، وكيفاش نجمت نديفلوبيه من فكره حتى شيء البرودوي وشنو هما الفاز اللي تعديت به. الفكره اللي نخدم عليها هي تريباب، في ساعه نحاول نلخصها لكم، هي تعمل الديجيتاليزاسيون تاع الاورغانيزاسيون تاع الرحلات كيما الكامبينغ والهايكينغ، يعني انه فما دي اورغانيزاتور ينظموا دي كامبينغ وعباد انتريسي بالدومين هذايا يمشي يشاركوا في الرحله هذه. دونك كيف كيف كون فما شنو اللي معناها شنو الافونتاج اللي تصنعوا انه تقرب الكلاينت لو اللي هو البارتيسيبون الاورغانيزاتور لبعضهم. فما برشا دي فيتشر اخرين اللي بعد نشوفوهم ان شاء الله مع بعضنا، ما هذه جلوبالمون اون جينيرال. به واضح ساعة ولا ما قلت لكم السكوت التام هذا بالحق ماهوش باهي برشا الحق. اخ بسام حسسيك واضح واضح شكون اللي قال واضح انا اللي راح مرات واضح واضح هاي شكون اللي قال واضح ثلاث مرات اي واضح انا اللي راح حسسيك انت زيدنا كعب اخرى واضح برشا. حسين عندي سؤال. ماما انا عندي سؤال تفضلي تفضلي حسين صار عندك سؤال لا به حسين اوكي ما اللي عنده اللي قال قبل بايمان باش نرجع لك نشوف حسين ساعه بجست ثلاث ثواني نحط الشارجور نتاع البي سي ايوه سي حسين عطينا السؤال نتاعك. انا بغيت نسقسيك اسكو الوسط اللي حتعرض فيه ولا المنطقه اللي حتعرض فيها الفكره تاعك تاثر على الفكره او الاستمراريه تاع الفكره تاعك، ولا كانت تاثر كيف شو الحلول اللي قادر ديرها باش تجنب الاستمراريه تاعها. فهمتك شوي تنجم تعاود السؤال ساعه بالضبط. بغيت نقول لك بلي الوسط اللي حتعرض فيه الفكره تاعك وتطبقها فيه الوسط اللي باش تخدم فيه الفكره نتاعك يأثر على الاستمرار والاستمرار تاع الفكره تاعك يأثر على الاستمرار معناها تقصد لونتوراج مثلا البلاصه اللي تعيش فيها انت
منطقة. معناها على أساس أنك مثلاً بار إكزامبل إذا كنت تعيش في داركم تعيش واحد كذا إيش تقصد ولا الوسط معناها المارشي؟ لا شغل الولاية أو البلد ولا. أوكي فهمت. معناها بار إكزامبل نجم نقوله أنه مثلاً فكرة في تونس وفكرة في المغرب الوسط هذاك إيش تقصد ذاك ولا؟ هذيك يعني. أوكي. به بيان سور معناها ما تنجمش الاستمرارية حاجة أخرى. ما اصلا هو من الفاكتور اللي يعاونك باش تعرف الفكره نتاعك ساعه ناجحه ولا ماهيش ناجحه انت البلاصه تعيش فيها. لانه نجم اني نحكي على فكره تنجح حتى لو كان في تونس مثلا بار اكزومبل اني من المستير انه الفكره نتاعي ناجحه في المستير لاني نعرف العقليه نتاع العباد في المستير، لكن ماهيش تكون ناجحه بار اكزومبل في المغرب لانه ماناش نفس العقليه، برغم احنا نفس العقليه مي ماناش معناها ما نتبناوش نفس الفكره ذاك، ما عندناش نفس البوزوان. فهمتني شنو نقصد بالاستمراريه؟ هذه ساعه الحاجه الاولى بالكل. معناها انت اصلا هذوكم برمي الفاكتور اللي يخليوك اسكو تخدم على الفكره ولا فهمتني. معناها هذوكم خاطر ينجموا عباد هذوم الوسط هذايا عنده بوزوان مي الوسط الاخر ما عندوش بوزوان. اما الاستمراريه كيف بيان سور تكون عندها دخل، لانه كيف مربوطة بالعقلية متاعهم هم. أنا أنت تعرف العقلية متاع العباد اللي بتخدم عليها، لكن كيف ما قلنا الاستمرارية بالضبط مربوطة بارش حاجة. الاستمرارية يعني مربوطة أكثر حاجة مربوط بها الاستمرارية هي أمور الفلوس. وإسكو أنت تعمل معنا في كليونات ولا ما تعملش، وإسكو أنت بالحق تقدم في أفونتاج العباد ذوكم ولا. إذا كان أنت تقدم في أفونتاج العباد ذوكم كنت سوى الوسط متاعك، أكد لك أن الاستمرارية مش تكون موجودة. إذا كان أنت ما تقدمش في أفونتاج ولا مثلا أنت بار إكزامبل جبت سوليسيون مثلا متاع أنه تحل مشاكل جست في الكورونا، بيان سور مش تكون عندها استمرارية. فهمت شو أقصد حسام ولا؟ فهمتك يا أخ. سامة جاوبتك على سؤالي ولا؟ أيه. على سؤالك مش سؤال، سؤالك جاوبت عليه. جاوبني ليه؟ هذه كلامي واضح ها؟ كلامي واضح. واضح. واضح اوكي صافي باه. ايمان شنو هو السؤال نتاعك؟ اي بسام سؤالي على تو كنا نحكيوا على لي زيدين تصور موجودين، خاصه تو نحكيوا على الرقمنه والكل، ما يعني سيرتو في الدول اللي فيها برشا مشاكل مثلا اقصد كيما تونس وكل شيء. من مشكلة في لا بروتيكسيون دي زيدي، تو انت قلت بار اكزامبل قلت تمشي تحكي مع الناس اللي عندهم اكسبيريونس، تنجم انت تحكي الفكره نتاعك من غدوه تلقى واحد اخر معناتها خذيها منك. يعني لا بروتيكسيون نشوفها حاجه بلوز امبورطونت اكثر من الفكره، خاطر تو الافكار نتصور موجودين، يعني حتى فكره صغيره تو تنجم تعمل بها حاجه كبيره، سيغتو في ما قلت في هذه عالم الرقمنه والكل، اما قاعد تحكي لا بروتيكسيون سيغتو في الدول نقولوا العالم الثالث، خاصه الحكايه هذه ما يعطيوهاش امبورطونس. انا الحقيقه بالنسبه لي هابشن هو موجود، ما انا بالنسبه لي ما نعطيش اهميه على الاخر، لانه هذه راهي حاجه ساعه باش نرجع لان معنى انت تحب تقول انه خاطر لهنا حكيت دو بوان، انا تحب تقول انه الانسان ما يمشيش يسال عباد باش الفكره نتاعو ما تسرقش. ينجم يسال اما il doit être plus intelligent انه يحكي كل شيء، يعني الفكره يحكي اون جينيرال مثلا باش يمشي في الدومين، نتصور ما يحكيش كل لي ديتاي الكل، ما يحكيش الفكره. لا هذاك الميثود نتاع الكلام حاجه اخرى، ما انت هذه البوان تاعك، والبوان الثانيه على انه احنا في العالم الثاني مثلا الفكره تنجم انت خطر تنجم انت تسرق له فكره حتى لو كان هي موجوده معنا. اي دونك حكيت على دو بوان، باش نحكي على البوان الاولى ومن بعد البوان الثاني. البوان الاولى بالنسبه لي انا شخصيا معناها ضد الحكايه هذه، وضد انه فكره تسرق، وضد انه ما تحكيش على خاطر الحكايه ينجم ياخذها واحد ويعملها. اول حاجه هنا نرجع لانه ثقتك في روحك مهمه برشا، وما فماش اذا كان هي الفكره نتاعك امبوسيبل فما حتى شخص ينجم يعملها كيف ما تعملها انت، كل شيء اذا كان هي تبدا موجوده باش يقلد عليك. ما انت كيف تمشي تحكي
العباد باش تفهم منهم شنو هو شنو البزوان تاعهم. دونك انت لهنا باش تبدا تحكي مش تقول وانا اسمعني يا ورقه وستيرو جيناتيك الفكره نتاعي شنو تعمل بالضبط، تعمل لك هذه وهذه 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 وتعطيه الورقه. انت هنا باش تبدا تسال فيه تقول له شنو هو البزوان تاعك، اذا كان نعمل لك هكا شنو باش يصير، اذا كان تزيدك الفيتشر هذه شنو باش يصير. وبعد مثلا تقول له انه انت ديجا مش تعمل معاه مقابله برك، تكون اذا كانوا هما تو بعد نحكيوا على العباد اللي تسموا early adopters كيفاش تبناهم، نحكيوا مثلا انت من الاول مش تقول له هاي الايديا نتاعي شنو، تقعد تسال فيه اسكو باش نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك، وفي الاخر تقول له ها عندي سوليسيون هذه وكذا وكذا وكذا، اسكو تحل لك البروبليم هذا ولا لا. الحاجه الثانيه انه اذا كان انت تحكي على العالم ثاني وكيفاش فكره السرقه هذه صحيح موجوده، مثال تو بار اكزامبل في الأوروب أنك لازم تمشي تقيد الفكرة نتاعك كما هو مقابل حاجة اسمها باتونت يعني، وتاخذ حاجة كيف براءة الاختراع تسمى، أنك من بعد تجي تعمل يجي إنسان يعمل نفس الإيدي نتاعك ما هوش يقبله. ما هما لو تو أحنا نشوفه في الأوروب فما بارش شركات يعملوا في نفس الحاجة، لكن فرق كل واحد عنده اختلاف صغير هو اللي يحطه هذاك بالنسبه للدوله، اللي هما ريالمون يعملوا في نفس السيرفيس وغادي فين تكون الكونكورنس. معناها ما تنجمش انت ما فماش حتى راي سوسيتي تنجم تخدم وهي ما عندهاش كونكورنس. يعني لو كان حتى انت عملت الشركه نتاعك وقاعده تخدم وجاء انسان عمل نفس السوليسيون تاعك مش معناها سي بونك انت مت، لا بالعكس، وغادي فين يكون تشالنج كيفاش انت باش تولي تخمم بطريقه كرياتيف وشنو باش توفر للكليون تاعك وكل شيء. فهمتني ايمان ولا مي؟ الحقيقه بيرسونال مون انا ما نجمش نقول اني ما نمشيش نسال عبيد عندهم معناها عبيد في الدمان على خاطر نجم يسرقوا لي فكرتي، لانك انت اذا كان مش تخدم على الفكره نتاعك وقت انت ديجا عندك الفكره وقاعد تخدم عليها، صحيح هما نجم يخرجوها قبلك ما مش باش يخرجوها بالكاليتي اللي باش تخرجها انت. فهمتني مين ولا؟ فهمتك. وهو انطر بالحق جست احنا عنا ديما عنا على الاخر العقليه هذه انه ما تحكيوش، وحتى والدينا بار ديفو اصلا حتى كي تقول له راه عندي حاجه يقول له بالك ما تقولش وما تعملش كذا وما تقول حد وردبالك لا يسقوها لك وكذا، هي راهي موجودة وصحيحة حتى في العالم تاع الانتربرونيريا موجودة على الخ، وتنجم تكون ماهيش سرقة فكرة، معناها لازم تكون انه انت والشخص ذاك بالزهر تخدم على نفس الحكاية ولا انت قاعد تخدم وهو خرجت، معناها حاجة عادية على الاخر، وذاك راهو العالم تاع الانتربرونيريا. ولهنا فين يكون الانتليجنس تاع العبد وكيفاش ينجم يعمل دي معناها يديريفي البلان تاعو ويديريفي البرودوي تاعو. باهي ان شاء الله نكون جاوبتك ايمان، كان فما حاجه مش مفهومه قل لي. لا تبع مفهومه ماشي. اوكي باهي اسمعني، كان حكيت فكره وفما شكون سرق غيرك باهي جوست قل لي باش نبدا نعرف انه ليه عشان نقول لك انت قلت ديجا بوان تاع قلت احنا معناتها من عرش انت قلت احنا من عرش اسك تحكي على تونس جينيرالمون والدينا يعلمونا مرني ان نخدم في دولة اوروبية ونعرفهم كيفاش يتصرفوا. ديجا قبل ما تحكي مع اي كليون معناتها فما حاجات سبيسيال تقوله، ما تنجمش تقول حد شيء، كل شيء كونفيدنسيال معناتها لهنايا ياخذوها اكثر منا، معناتها مش حاجه تبعتنا احنا لهنايا اكثر. لا ماك انت كيف تمشي تحكي سلون فصالي بتحكي بها. فهمتك لو تقصد ايمان، فهمتك على الاخر شو تقصد تو فهمتك. واني خدمت مع ستارت اب معناها ونخدموا على فرنسا وبنفس الحكايه ومشينا حكينا مع كليونات والفصون اللي حكينا بها قلنا لهم انه احنا حكينا لهم شنو باش نعملوا لهم بالضبط، ومعناها وبرغم اللي وقتها فما حتى معناها عباد ما يخدموش في الحاجه هذه وجاو دي كونكورون وكل شيء، معناها مش اما انت لازمك ما تنجمش خاطر تخرج ايدي وانت ماكش عارفها اسكو هي الساعه ناجحه ولا، لازم تحكي مع عباد ما فماش حتى ما تنجمش توحي انه الحكايه تنجم تكون عندها معناها
عندها مارشي. فهمتني فهمتك تو شنو تقصد لهنا سي بون. انا عرفت انه شنو معناها شنو الحاجه لهنا تكون في الفاصون تاع الكلام انت اللي تحكي به. وراه في الاغلب كيف ما قلنا هي انت باش وقت باش تمشي تحكي دونك يكون عندك حاجه واضحه. هذاك اش قلت لك انه لازم توضح لبين تاعك دونك يكون عندك حاجه واضحه وتعرف شنو باش تعمل شنو ما تعملش. بس حتى كي باش تحكي مع العباد تاعهم باش تكون الطريقه نتاع الكلام يخليو العباد هذوما يجاوبوك حتى لو كان انت ما تعطيش لبين تاعك كومبليتوم. اوكا صحيح. ايوا ميرسي يا ولاء. قال سؤالي هو تبدا عندك فكره اما ما عندكش كيفاش تخليها تجيب فلوس كيفاش لازم تتصرف. اذا كان هي ما تجيبش فلوس معناها شو تعمل بها؟ اذا كان هي ما تجيبش فلوس انت مش على خاطر انه احنا نخدم على الفلوس، مي انت عندك من بعد معناها حاجات لازم تدفعهم، عندك برشا باش لازم تخليها، لازم بروسيس لازم تكبر في الشركة. دونك اذا كان هي ما تجيبش فلوس مش انا لازم تجيب فلوس من هالاول، اذا كان هي اصلا ما تجيبش فلوس لازم تراجع الفكرة نتاعك. ما فهمتكش كيفاش لازم تتصرف. ولكن لازم حل ميكرو فسر لي شنو تقصد بالضبط. السلام عليكم خويا بسم. بون نورمالمون راني فهمت شو راهي قصدها اكزاكتومون. بون سي بوسيبل تكون فكره ماشي ما تجيبش فلوس، زعما كيما فيسبوك بدا. فيسبوك بدا ما كانش في البرانسيب تاعه انه يجيب فلوس. فهمتك شو تقصد. فهمت بون لا كيسيون سي با لا ميان مي زعما نورمالمون فهمت شو راهي قصدها. دونك على في بار اكزومبل درك الفكره تاعك تخرجيها للمارشي هي ابري تما تكون فكره قايمه بداتها تشوفي لي سوليوشن اللي تقدري تجيبي منهم فلوس. كيما عندك فيسبوك ما كانش يدير الادز، زعما كان ريزو سوسيو بين لي ستوديون اي تو، مي ابري ولا يجيب ادز ولا يدير دي كونفونسيون مع شركات كبار وين يديروا عندها اعلانات ولا يجيب فلوس. دونك اي فكره تقدر ديرها فورمولاسيون وين تقدري ديريها فكره مربحه كي تكون الفكره هذيك مهضومه وزعما فكره اللي بزاف غاشي زعما انتريسو في الفكره تاعك. دونك هذه نورمالمون لا كيستيون تسمى الجواب تاع الكيستيون اللي راني فاهمها. صححني خويا باسم الا راني غلط. لا واضح يعطيك الصحه حكيم. مي حاب جست اسكو لاحظتوا انه فما شركه كيف فيسبوك حلت في السنوات الاخيره ولا ما فهمتكش؟ فما معناها احنا نحكيوا على فيسبوك اللي هي حلت عندها فوق 12 عام. اسكو فما حاجه كيف فيسبوك حلت تو انا موجه عملت تلانسيت في السنين هذوما في الثلاث سنين عملنا هذوما ما فهمتش؟ نعم كاين تيك توك عندك جديدة هذه كوم كلوب هاوس ولا منش عارف اسمها سيجنال وتليجرام وكل شيء هذوكم ما همش غايتهم ما همش عبيد ما يصوروش فلوس هذوكم من هال الأول من اللي حلوا دونك عندهم برنامج عندهم برنامج كيف يجيبوا الفلوس. أما سناب شات سناب شات حل الريزو معناها الريزو سو حل بعد فيسبوك وتويتر كل شيء ليميت التارجت نتاعو نجم يوصل. اي لا نقصدو ريتهم فهمتكم شنو تقصد تو باي جوست نحب نوضح معلومه انه الانتربرونيريا ماهيش كيف تو كيف 12 عام تاني الحكايه الكل تبدل. مي اللي ناكده لكم انه فيسبوك صحيح دو محل دونك ما عندهاش بيت تاع فلوس مي قعد الاستمراريه نتاعو ولا لبجي بارمي لزوجتيك نتاعو الفلوس يدخل في مش نستميو اصلا قداش يدخل سيجنال وتليجرام وتيك توك واللي طلعوا جدد الكل ناكد لكم في البزنس بلان نتاعهم موجودين كيفاش يدخلوا فلوس ما ينجموش مي
ينجم يكونوا كيف ما قلنا الفلوس نتاعهم راهي زاده راهي ماهيش ادز برك وماهيش بليسيتي برك فلوس نتاعهم فما برشا حاجات احنا ما نكونوش نعرفوهم مي سورتو لي دوني سورتو ال معناها الماركتينغ اللي يعملوه وفما حاجه اخرى اللي هي فما دي كوميونيتي سيبورتيو الحاجه سيبورتيو تبدا فما سوليسيون ولا حاجه اللي هي مثل تكون مثلا حاجه باش تنفع عباد معينه ولا حاجه دونك سيبورتيوها جمعيات ولا سيبورتيوها حاجه اخرى ما كيف ما كان يحكي كلام حكيم دونك نوافقوا الحقيقه 80% مش 100% لانه يتبدل من فكره من فكره لفكره ما نجموش ناخذوا فيسبوك ك اكزامبل لانه بالحق ما ليش نحكي على نفس الفتره الزمنيه وكل شيء يتبدل اصلا وتو قله قليله انه تلقى علاش حتى الستارت اب وحتى الشركات اللي قاعدين يطلعوا تو قبل له ما كانوش عندهم حتى ميثود كانوا جست انسان عنده فكره يعملها ويحطها وتنجح تو ولات فما كونكورنس كبيره ولات فما معناها ديميتولوجي ولات فما اليوزر اصلا البيهيفير نتاع اليوزر في وقتنا الحالي تبدل دونك كل شيء تبدل مي جست سلمى اللي كتبت سيجنال وتليجرام وتيك توك هذوكم راهم يصوروا في فلوس سيرتو تيك توك معناها عنده فلوس مهوله به ان شاء الله نكون جاوبتك ولا على السؤال ما هو انا بس حقيقه ما جاوبتكش خاطر ما زلت ما سمعتكش بالضبط قد لي ثانك يو وانا ما جاوبتكش لا قلت ثانك يو على خاطر فهمت انت شنو قصدت اي على تفسير ديجا كان تنجم تقولنا الفكره تنقولوا لك هذيك لانه تنجم تنجم انه الفكره نتاعك تبدا من الاول من غير فلوس ولا تبدا ما عندهاش مبادئ من بعد تنجم انت حاجتك لانه في الاغلب راهو يصير لك حاجتك باش تلم انت كوميونيتي معينه لدرجه انك تنجم تسوق لهم تولي الحاجه هذيك اما انك تكون عندك ايدي معناها ما في مخك انه حتى من بعد 10 سنين ما دخلتش فلوس ما تنجمش تكون ايدي يعني من الاول تنجم تقول هي ما دخلتش فلوس لانه ما عندهاش كوميونيتي ولا ما عندهاش حتى شيء من بعد راهي لازم يكون فما بزنس بلان تاعنا باش تدخل فلوس في وقت معين ولا وقت توصل لاوبجكتيف معين واضح ولا ايه فهمتك لا تزيد نخمم في الموضوع شوف اسكو تنجح ولا ما تنجحش لا مثال كان تحب نخمم معاك مش مشكله تو نحكي ونخم ونشوفها تنجح ولا ما تنجحش هو جست كانت عندي ايدي وحبيت نبارتيسيبي فيها في سولوشن تشالنج اما سالت لازم انه الفكره تكون تدخل فلوس دوك ما عرفتش كيفاش باش نربطهم ببعض توا بعد ما فسرت لي هيك معناها ما زلت حاسه انه لازم نزيد ندرسها بالكتاب راهي حسب خبرتي انه اي فكره لازم ترد تدخل فلوس معناها اي حاجه لازم تردها تدخل فلوس مين هنا فين باش تكون الانتليجنس نتاعك فين كيفاش باش تديريجي لانه انت البرودوي نتاعك من بعد ما يتلانسا انت اللي باش يكون عندك دبلوم تاع ديريكسيون انت فين باش توجهه اسكو باش توجهه للثنيه نجم بعد عام ولا عامين تدخلونها فلوس ولا توجهه للثنيه لانه مش يقعد مدى الحياه من غير فلوس وبرغم هذا راهي فما مشاريع راهي من غير فلوس حد من غير فلوس جمله ما ذوكم راهم ماهوش مشاريع ربحيه وكيف ما قلت لكم فما دي كوميونيتي راهم سيبورتيو مع الكوميونيتي اللي احنا ما عندناش منهم كومبليتمون في تونس عباد يسيبورتيو الفكره هذيك باش انها لانها تقدم افاده للمجتمع وكيف ما قال اسمه ياسين حمدوني الحقيقه ما نعرفش اسكو شكون هم الكوميونيتي اللي سيبورتيو فيهم مي قال لك من الدونيشن تاع الكوميونيتي اوبن سورس وهي دونك بروبابلمون تكون صحيحه 100% لانه الاوبن سورس بالحق سيبورتيو على الاخر باهي ان شاء الله نكون وصلت لك بالكده عايش باهي جست باهي جست باش نرجع لطه خاطر طه اسال سؤال ليزانكوباتور هذوكم راهم يعطيوا كل شيء بمقابل معناها
وحتى كان مش مقابل صغير مقابل حتى كان مش مقابل كبيرة مقابل صغير دونك اصلا تمشي للانكيوباتور وانت عندك ايديا ما تدخلش فلوس امبوسيبل ينجم يحيط بك به سي بون عبد الكريم دونك متفقين في الحكاية هذيك قال وي وي انا طه واحد تو طه اش كنت ما كتبتش بال انت تحب الناس كل تفهموها والله هي راهي هذه الحقيقة قاعد نلاحظ فيها على الأخر هذه راهي مش مش تطول الحكاية على حسب أني ما نشوفها والله أعلم أنه خطرنا تو كيف ما قلنا البيهيفير متاع اليوزر تبدل برشا العباد ولات تحب كل شيء تعمله في بلاصتها وتحب أنه تربح الوقت هذا هذيك علاش أصلا العباد تستعمل ولات معناها تكون حاجة تخدم مثال أنك أنت قاعدة تخدم أنك تبيع وتشتري مثال في السوق ولا جوست تعمل ديجيتاليزاسيون بتاع الحكاية ذيك دونك وتولي ستارت اب بالنسبة لي الحقيقة ماهوش ديما جود ديل لأنه أنت ما لازمكش تعمل ديجيتاليزاسيون كهو والديجيتاليزاسيون راهي فيها برشا 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 حاجات لأنه ديجيتاليزاسيون مش معناها أنه جوست الحاجة رديت على الانترنت فما حاجة احنا ما لاحظوهمش لانهم مثلا فور اكزامبل اعطيك فكره ليه تو الحقيقه ما جاتش مخي فكره ما نقصد انه ديجيتاليزاسيون جوست مش انك تكون حاجه موجوده تمشي تعملها ديجيتاليزاسيون ولي الحكايه هذيك هي بيدها كوبي كولي قاعده تخدم على معناها على الانترنت مي انت بطبيعه الحال بيسك توفر عندك الانترنت تنجم تعمل بلوزيور اوبسيون كيما مثلا انه ناخذ تو جات المخي حاجه انك فازت مثلا البيعان والشراء انك مثلا قادر تبدا حاجه على الانترنت قادر انك باش تزيدها ريتينغ وريتك هذاك يعطي مصداقيه للبيع هذاك والبيع هذاك بطبيعته باش يولي يعرف انه فما ريتينغ قاعد يتشاف دونك باش يحاول ماكسيموم بوسيبل انه يرضي الكلينات نتاعو الحكايه هذه هي معناها انك الماركت بليس اللي قاعدين تو نشوفوا فيه ديما في كل بلاصه انك تبيع وتشتري على الانترنت هذاك هو كوبي كولي من الواقع نتاعنا مي انه كي يولي هو على الانترنت قادر انك انت تزيد فيه حاجه اللي تحسن بين الكوميونيكاسيون بين الكليون والكليون الاخرين وتخلي معناها البياع يخدم اكثر لانك انت اذا كان جيت حانوت واشتريت من عنده أنا مثلاً بطل بلاصة جيت عند حانوت ما عجبتكش الحكاية دي في الأغلب يا باش ترجع تقول والله ما عجبتنيش يا باش تمشي على روحك الحكاية مش بتأثر عليك باش يخسرك أنت كهو ولا سيرتو إذا كان أنت منطقة بعيدة مش باش يخسر برشا بينما تبدا حاجة بيزيد الناس الكل باش يولي يخسر تبليك كامل ما هي الحقيقة مانيش نشوفها أنه السوليسيون الوحيدة نتاع أنك تعمل ستارت اب وذاك احنا مش قاعدين تو نعملوا أنه ديما قاعدين نخدموا على الديجيتاليزاسيون اللي هي الحقيقة ما نشوفهاش أنه هي الحاجة الوحيدة وما نشوفهاش أنه ديما مربحة لأنك ساعات زيد أنك تعمل ديجيتاليزاسيون متاع حاجة القوم تاعها أنك ما تكونش معناها ديجيتال إن شاء الله نكون جاوبتك تاها بيه هاو ياسين حمدوني حطلنا ارتيكل يفسر كيفاش الريم تاع التليجرام يعطيك الصحه دونك اللي انتريسي ينجم يقراه و باهي دونك نرجع تو للبريزونتاسيون تاعنا باهي عبد الكريم صفر اثنين انويل اي فهمتك تحكي على الانكيوباتور كيفاش يتعاملوا اي ياخذوا سلون الشيفل دافير ولو سلون المفاهمة اللي انت فهمت عليها يعني في الأغلب فما ديز الكريباتور تقدم لك دي سيرفيس ما تقدم لكش فلوس به دونك نرجع ولا فما شكون عنده سؤال آخر بإذا كان ما عندكم سؤال آخر قولوا نرجع ما تقعدوش ساكتين كل شيء واضح نقدروا نرجع أوكي به تو كيف ما قلت لكم دونك حبيت اني ناخذ ليكزامبل تاع الفيديو اللي قاعد نخدم على تو ونفسر لكم بالضبط لانه بتكون باش نكون نحكي على حاجه واقعيه وحاجه معناها ريال
دونك لهنا كيف ما اول حاجه عملتها كي جاتني في مخي الفكره دونك كيف ما قلت لكم بكري انني مشيت كتبتها ولهنا كيف ديفايد يور ايديا انتو برينسيبل فيتشرز هذا شنو عملت بالضبط دونك باش تقعد الحكايه في مخي نجم نربطها وحتى كي نجي باش نحكي انا مع دي كليون ولا باش نحكي مع دي انفستيسور باش نحكي مع دي انكوباتور حاجه دونك يكون عندي شنو ما اللي اربعه ولا الخمسه حاجات اللي نجم في لي بوين اللي تخدم عليهم السوليسيون تاعك ولهنا راهو اذا كان قسمت لي ديم تاعك في الفيتشر لقيتهم راهم برشا معناها يفوتوا العشر يفوتوا الحداش لهنا راهو لازمك تراجع روحك وكل ايديا ذيك راهي تنجم تتقسم لدوز ايديا ولا اكثر دونك مش تحسن لي فيتشر برانسيبال ما يكونوش برشا برشا هنا كيف ما قلنا انه اول حاجه تعملها من بعد ما تعمل المشروع نتاعك وتوضح الفكره انك تقسمها لدي كل دي ولهنا باش نحكيو توسي بوم معناها بالنسبه لي احنا في فاز لدي عندك واضحه ولدي عندك معناها تفضل بغيت نذكرك بان الوقت 10 مينوت الريست قداش 10 مينوت 10 دقائق 10 دقائق yes. اوكي الحقيقة صدمتني فاز 10 دقائق باهي اوكي باش نحاول نحكي فيسا فيسا لانه هو اصلا السوجي ماهوش تاع 45 مينوت مي كمان نحاولوا نستغلوهم دونك بيسكو مازالو 10 دقائق باش ناخذ 8 دقائق نفسر فيهم كل شيء في ساعتين وبعد تقتينا لكم نرجع نسكن مع بعض السوليسيون انها تخدم على تريب اورجانيزيشن كونسولت استنان معناها تنجم تكون انت تشوف الستاتستيك تاع اليوتيليزاتور نتاعك وتعمل بارتيسيباسيون والريتينغ والتريب مانجمنت كيف ما تلاحظوا لهنا انه هذاك هو التقسيم نتاع الفيتشر نتاعك انا حاول نلخص الفكره نتاعك في جمله هاو باش تكون واضحه كي تقول لي انت شنو مش لازم نفسرها لك 100% شنو هي ولهنا تخليك اسكو اذا كان لقيت الفكره نتاعك راهي ما تفسرش في جمله ولا في جملتين راهو بالحق لازم تراجع الايدي نتاعك تراجع روحك شويه لانه اذا كانها ما تنجم تفسرها الا بفقره راك ماشي في طريقه مش صحيحه وراهي الايدي نتاعك بالحق كبيره على الاخر وتنجم تقسم الاكثر من ايدي تكون فيه دونك تقول شنو هي راهي جوست تسهل trip organization and participation process. دونك تنجم انت راه ما تفهمش لي دي 100% شنو هي مي تكون عندك ما تعرفش لي فيتشر بالضبط شنو ما تفهم شنو هو الاوبجيكتيف نتاعها من بعد ما تقسم الفكره نتاعك لي فيتشر صغار وتوضحها وتفسرها في جمله برك دونك انا تشوف شنو ما شكون هم لي كليون اللي باش تخدم عليهم في الكام نتاعي اني جاو عندي معناها دو سيبل لأنه باش نخدم على العباد لي بارتيسيبون باش نخدم على الاورجانيزاتور دونك والحكايه هي تعاونك على الاخر باش انك تعمل الفيتشر نتاع كل واحد فيهم مقتاش الكلمه دونك نتاع الفيتشر نتاع بارتيسيبون ولا الفيتشر نتاع الاورجانيزاتور معناها نجم يكون انت عندك ثلاثه ونجم يكون عندك واحد برك به دونك كيف ما تلاحظوا لنا انه مثلا نجي في البارتيسيبون قول لهنا راهو كيف ما قلنا نحكي على الفاز من بعد ما وضحنا اللي دين كان وبعد ما فيرفينا الماشيش نبداو باش نحاولوا نخدموا معناها باش نحاولوا نخرجوا برودوي قبل ما ندخل في البروسيس تاع الديفلوبمون شنو لازمنا نعمل لهنا باش تكون توضح كل حاجه شنو هي بالضبط جي مثلا البارتيسيبون تشوف شنو عنده شنو مال الفيتشر اللي عنده كريت اكونت جيم بارتيسيبيت كونسلت تريب تيد وorganize الانفو مثلاً هذوما الكول بارش شنو ما كل واحد شنو لهنا لازم يعمل وانت أكيد وقت اللي تبدأ تكتب فيهم في شيء جي في مخك بارش حاجات اللي ما كانوش واضحين وقت اللي تحدد في الإيدي أو جدار جوست سلمى بلي وقت اللي يقعد لي جوست طايق ذكر بين هنا كيف الorganize القسم شنو لازم عندك الفيتشر بيش كريت لهنا بعد ما توضح المتقسم لهنا ايش عملنا مثلا خلينا مثلا تريب اورجانيزيشن ولا حاجه
وحطينا انه ها وشنو باش تعمل كريت تريب لانك تشوف انك تكونسلتي التريب اللي صنعتهم وتشوف الريتنج نتاع العباد وكل شيء. بعد ما تقسم الخمسه هذهم مثلا انا بار اكزامبل هنا عندي خمسه تقسمهم الكل دي فيتشر صغار شلون كل واحد شنو هو عنده شنو باش يعمل بالسوليسيون بتاعك شنو ما الحاجات اللي نجم يعملهم في السوليسيون بتاعك به لهنا تعمل سيناريو فور ايتش فيتشر كيفاش ولهنا كيف ما قلنا جيو مثلا بار اكزامبل انا خذيت البارتيسيبيت ان تريب به نجي البارتيسيبيت ان تريب هذا باش نعمل له سيناريو كيفاش كيفاش كليون بارتيسيبون ينجم يشارك في تريب منظمه في السوليسيون بتاعي. وعلاش انا نعمل فيه السيناريو هذا لهنا نعمل فيه السيناريو بتاعي باش نعرف شنو اللي ستيبس تعدي بهم واللي تاكدوا لكم انه اذا كنت تاخذ واحده تعمل السيناريو باش تعرف برشا حاجات وباش تعرف برشا ديفويت في السوليسيون اللي عملتها انت وباش تبدا لك الرؤيه واضحه وقادر انك تصلح يعني وهذا تاكدوا وهذه المشاكل اللي تصير اذا كان انك تتعدى من الفكره ديريكت للفاز نتاع الديفلوبمون اللي هي تخليك خليك مكش مرتاح برشا لان كل حاجه تجي في تخدمها تقعد تفكر كيفاش وعلاش وكل شيء. مثلا بار اكزامبل اني هنا جيت نعمل في البارتيسيبيت جوست عملت قلت دونك لهنا لازم يكون عامل لوجين خاطر باش يعمل بايمون باش يدخل لحاجات سكري دونك لهنا هذوما يعطيك فكره شكون شنو الحاجات اللي يكونوا موجودين عند اليوم تاعك وهو عامل كونت ولا مش عامل دونك باش تجيه ليست فيها التريب كل بعد كل ليست باش يدخل الديتيلز نتاع التريب هذيك في التريب مثلا يكون عنده لاكسيب باش يعمل يفيريفي الانفورماسيون نتاع الاورجانيزاتور لهنا يعمل بايمون كيف بايمون باش تجي تي كي ونقعد نفسر شنو بالضبط شنو باش يصير شنو باش يصير هذا يعطيني فكره اني معناها قبل ما ندخل في الديفلوبمون شنو نجم نعمل بالضبط وتبدا عندي رؤيه واضحه ما نجمش نجي مثلا نقول اسمعني بارتيسيبيت ان تريب نبدا نخدمها ديريكت وانا قاعد ديفلوبي دونك نلقى روحي نجي يا اخي زعما يصير مشكله في البايمون شنو نعمل بالضبط لأنا كيف ما حطيته وحط لكم السمبول هذا جوست وين قاعد جاتني الفكره نتاع انه لازم تكون فما سيرش لازم تكون انه فما فيلتريت في الليست نتاع التريبس الكل وهذا اللي ننصح به انه كل بعد ما تكتب الفكره هذوما الكل الافكار هذوما الكل كل حاجه تشد تعملها سيناريو ولهنا ليتها بعد ما تعمل الكل فيتشر سيناريو اكد لكم انه بالحق واللي فاهم روحك شنو تحب تعمل بالضبط وبتصير لك موديفيكاسيون تاع برشا حاجه تاع برشا برشا حاجات انت كنت حطيتهم تثنية معين ولهنا من البنفيس متاع إنسان عنده background تكنيك لأنه يبدأ يخمم شوية functional شوية تكنيك لتخليه مرتاح بعد قبل ما يدخل في فاز متاع development الحقيقة قاعد نزرب على الأخر أما نعرف أنه حتى ما هوش مفيد برشا ما الوقت شوية على الأخر مثل عنا دونك السيناريو ذي الفاز متاع السيناريو ذي تنجم تعملوها بال ديجرام سيكونس لاني مانيش بور اني نرى انه هكا ارتاح ما هو الديجرام سيكونس يوصل نفس الفكره دونك وانه يخليك تعرف السيناريو نتاع كل فيتشر شنو هو ولا نتاع الابلكيشن تاعك شنو من بعد ما نتعداو ومعناها هنا سي بون وضحت وضح الفيتشر نتاع كل حاجه دونك باش نتعداو باش نعملوا بروتوتيب باش نخرجوا حاجه اللي تولي الانسان يغزر لها في العين وقتها توضح لك الفكره ويوضح لك المشاكل نتاع السوليسيون تاعك باش نعمل معناها البروتوتايب هذه فما معناها شكون يقول لك خذ ورقه لهنا مش بالضروره انك تخدم ديزاين كامل وكل شيء تنجم تكتب على ورق ولا حاجه بقلم رصاص توضح كيف هكا مي بيرسونال مون يعني نستعمل فيها في البلزميك هذايا وتشوفوا لهنا جستو اسمه بلزميك بانكروم كان تلاحظوا هنا بالضبط كيفاش يعاونك باش تخدم بار اكزامبل هو خاطر اني استعملته عندي برشا دونك لقيت انه تبدل الحقيقه ما كانش هكا مي هاو بار اكزامبل فاو تقدر تخدم بالورقه وستيل وكل شيء وتقعد تشوف بالضبط كل شيء قال هنا نجم تخدم هذا بروزر معناتها تحطه معاني في الوقت الحالي حاطط التليفون تلقى ديزيماج لهنا العنوان تدخل ليزينبوت بتاعك وكل شيء كيف كيف هاو لهنا دونك في البروتوتايبنج هذه يصلح لكم على الاخر ما في بالي باش نحكي اكثر هكا البروتوتايبنج ما نتصور مع الوقت قدش مازال سلمى من دقائق دو مينوت باهي
حقيقة سايب على الأخ مش كامل في دمينيت باللي زربت. برغم حاولت أني معناها نحاول نلخص الماكسيموم بوسيبل، ما هي الحكاية ما نجمش نفسرها الحقيقة في 45 دقيقة، سيرتو أنه نحب نسمعكم أنتم كيفاش تفكروا، لأنه إذا كان مقدم برك نكونش تستفيد به. دونك هنا من نعطيك الموكلي من بعد نجم تشرشيه ولا تكونتاكتيني وتكون الحكاية. نعم حالي لازمك الوقت باش أنك تكمل. نعم حالي لازمك الوقت باش أنك تكمل. والله ما سمعت. أوكي هادي خصك ديال الوقت باش انك تكمل. قداش لازم قداش تزيد الوقت معنا؟ قداش والله هو راهو الحقيقه ما كذبش عليك يعني باش ماذا بيا معناها تكون مفتوحه باش نجم باش العباد ياخذوا الفايده اكثر، مي باش نحاول انه خاطر نعرف انه انتم مربوطين بالوقت وكل شيء. دونك بي هات ناخذوا باش ما نطولش عليكم 15 مينوت بوسيبل 15 مينوت. اوكي اوكي 15 مينوت اون برينسيپ نكملوا. بي دونك كونفيرمي كونفيرمي 15 مينوت ها صافي سي بون بصح سي بون صافي اوكي يعطيك الصحه. بي نرجع لهنا من بعد ما نعمل الفاست على البروتوتايب هذاك كيف ما قلت لكم شوفوه حتى كل شيء وسي بون وضحت الفكره نتاعنا وضح كل شيء. بي ثم حاجه هنا مهم مع الاخر واللي هي اللينك انفاس. وشنو اصلا اللينك انفاس هذا؟ اذا كان انتم تبداو تدخلوا في العالم تاع التومبلوند كيفاش تبدا من البدايه من هذا تلقى برشا عباد تحكي على البزنس موديل بزنس بلان وبيتش ديك وكل شيء. بالنسبه لي ذوكم ما همش متاحين في الفاز الاولى بكل. فما حاجه حقيقه طلعت اسمها اللينك انفاس على الاخر وكي قعدت من الاول دوب معرفتها اعجبت بها على الاخر وتخليك تعرف الفاكتور نتاع الايدين تاعك وشنو كيفاش تخدم وكل شيء. بعد عملت البروتوتايب نتاعك وفي الفاز تاع البروتوتايبينغ ناكد لكم انك تجيب تعمل اذا انترفاس باش يطلعوا لك برشا ديفيكولتي ما لقيتهمش انت وانت قاعد تحلل في الفكره نتاعك ووقتها باش تعاود تصلح وتصلح وتصلح. وعلاش نحكي لكم هنا انك واحد ما تعديش الديفلوبمون ديريكت لانه فما فاز كبيره اللي باش تعاونك غادي باش تخرج حاجه اوبتيميزيت. لينك انفاس نو لينك انفاس هو تابلو كيف من هكا يحاول يفسر الايدين نتاعك شنية بالضبط وعلى شنو تخدم وصلون شنو فما دي تمبليت راهم يخدموا لكم الحكايه هذيا. مي عاوش تحاول احنا نحكي لكم كل حاجه شنية وعلاش هذا مهم على الاخر لانه هذا يعطيك رؤيه هكا على الايدين نتاعك كيفاش وشنو باش تخدم بالضبط وشنو اذا المونتاج نتاعها وكيفاش تدخل الفلوس وكل شيء. البروبلم لهنا كيف تكتب البروبلم نتاعك سولوشن تكتب السولوشن نتاعك الكاين كريكس لهنا يقول لك شنو تحط مثلا شنو الحاجات اللي يخليوك تقيم السكسس تاع البرودكت نتاعك. ولهنا انت باش تبدا تخدم نحكي لكل راو ما تاخذلكش تاخذ لك ساعه اذا كنت تفكر منها مليح. لهنا انت باش تبدا يعطيك الفرصه باش انك تخمم مثلا في برش حاجات انت ما تخممش فيهم في الفاز ولا بكل مثلا في الكاين تريكس يقول لك كيفاش اصلا باش تقيم انت ان البرودوي نتاعك ناجح ولا في اليونيك فاليو لهنا البروبوزيشن شنو الحاجات اللي معناها يضيفهم للبرودوي نتاعك وشنو الحاجات برانسيبال راهو ما يفوتوش الخمسه. اذا كان هنا فاتوا الخمسه اللي فالي هذوما برغم راهو في برشا دوكيمون لقيتهم يقول لك لازمهم ما يفوتوش التروا لانه اذا كان فاتوا التروا راك تحكي على حاجه كبيره. دونك لازم جوست الفالور اجوتي يكونوا شويه مما تقوم معناها من المستحسن لانك ما تبديش تخدم على اكثر من حاجه كبيره تبدا تخدم على حاجات صغار بعد تبدا تكبر. الانفير ادفانتج شنو هو؟ هي يقول لك شنو هي الحاجه اللي نيت هنا ايمان باش نرجعوا لك يقول لك شنو هي ايمان اللي بديت تسالني على فكره سرق وكل شيء. هنا في الانفير ادفانتج يقول لك شنو هي الحاجه اللي تميز الايدين تاعك وتخليها صعيبه باش انك تعمل لها كوبي كولي وغادي باش تبدا انت تخمم في لازمك تخدم المخ بتاعك وتخرج شنية بالحق الحاجة لازم تلقى. إذا كان تلقى حاجة ماهيش معناها ما فماش حد شيء وأي شخص ينجم يتعدى كيش ما نقوله ديز الباب ويدخل دونك راه لازمك تراجع روحك وتنجم تزيد بوفور في الليدين بتاعك. التشانلز هنا يقول لك كيفاش باش توصل لازمك تحط شنومة مثلا لدو ولا لتروا متودي يخلوك باش توصل للكاستمر متاعك.
الكاستمر سيجمنت يعني باش تحط شكونهم اللي كاستمر تاعك نجم يكون واحد نجم يكونوا اثنين نجم يكونوا ثلاثة ما في الأغلب ما يفوتوش حقيقة ثلاثة كوست ستراكشر يعني باش تحط شنو هما التكاليف هما لأنه فما اللين كانفاس راهو اللين بزنس موديل كانفاس يعني نحكي على اللين كانفاس حتى كيفاش تبداو تعملوا ريسيرش تاعك في الكوست ستراكشر هنا يقول لك شنو هما التكاليف نتاع اللي يخليك تبني الحكاية هذه والتكاليف بالنسبة ليا حتى في اللين كانفاس هنا يعني الوقت يعني الوقت تكلفة كبيرة برشا يقول لك مثلا حتى إذا كان أنت ماكش قادر إنسان 100% مش قادر ملوك لما يكون عند التكاليف تعبش حل شريك وكيبات ومعناها وماتريال كل شيء لهنا باش تحط انت قداش لازمك وقت في كل فاز قداش لازم وقت في الديفلوبمون قداش لازم وقت في الماركتينغ نتاعك قداش لازم وقت باش تستي سوليسيون اسكو تخدم ولا لا دونك لازم كنت تحطهم في التكاليف لهنا ريفينيو ستريم شنو هو الحاجات باش تدخل فلوس يعني نحكي على الفلوس كيفاش انت باش تدخل فلوس من الحكايه هذه من السوليسيون تاعك وعلى وفي قداش من وقت تستيبي انك تدخل فلوس ولهنا نرجعوا للذي تاع انهم ديجا اصلا امور الفلوس الكل تلقاها في كل بلاصه حتى باش تمشي تنفستي حتى باش تمشي تطلب انفستمنت ولا حتى تاخذ بارتنر يقول لك انت كيفاش تدخل فلوس وهذاك اش نحكي لك على ايدي راهي ما تدخلش فلوس دونك الحقيقه ما تسماش معناها انك مش ما تسماش هي ايدي مي ماهيش نفس الفكر نتاع انك نتاع الستارت اب وماهيش نفس الفكر نتاع انك في الاغلب حاجه ما تدخلش فلوس دونك حاجه تكون تعاون مي ها قلنا انت لهنا تشوف منين تدخل فلوس عندك بوسيبيليتي منين تدخل فلوس مش لازم تدخل في العام لانه في الاغلب راهو الستارت اب الكل وفما الستارت اب يبداو يجيبوا فلوس من الاشهر الاولى في الاغلب راه نحكيو على عام بلوز موا معناها عام اخر يعني نحكيو على عام عامي اللي في الاغلب ما يكونش عندك مدخول به به قداش مازال الوقت سلمى جو بونس 8 مينيت وي اوكي دكتور بيه لهنا نحكيو على الـ MVP والـ MVP هذا مهم على الأخر المينيموم غالي بالبرودكت يعني بعد ما توضح لدي نتاعك على الأخر كل شيء لهنا لازمك تشوف شنو هو الحاجة برنسيبال اللي يخدم عليها السلسل نتاعك يعني يكفي أنك تخدم على 10% من اللي دي ذيك ولا 20% من اللي دي ذيك ساعة وتشوف اسكو الرياكسيون تاع الكليونات والرياكسيون تاع العباد هذوما وفي الاغلب يقول لك ديما الام في بي راه ما يفوتش 4-6 شهور ملي انت قضيت الفكره يعني كي قررت انك تعمل ام في بي اذا كان الام في بي يشدك عامي دونك راه ما يتسماش ام في بي ولهنا علاش نحكيو على انه احنا لهنا في انك انت خاطر وقت باش تبدا تطالع على الفكره نتاعك وقت كذا هذاك وقت تحسب عليك فما عباد تنجم تفوت فما عباد الفيتشر هذاك تنجم تعمله كيف كان تحكي كمان دونك انت لهنا عندك بريود صغيره وهذيك علاش اسمه هو مينيموم يعني لو مينيموم بوسيبل يعني الفكره البيزك نتاعك يعني فور اكزامبل كيف نحكيو على تريباب انه ما قلنا هي انه فيها برشا حاجات اللي ما جاتنيش فرصه باش نحكي عليهم ال ام في بي فور اكزامبل نعملوا جوست ام في بي يكونوا عباد ينظموا رحلات وعباد يبارتيسيبيو في الرحلات هو اللي نجم يكون ال ام في بي ان شاء الله نكون فهمتوني الحقيقه أمي ما عنديش مشكلة في أي وقت أي شخص كونتاكتيني على الفيسبوك ولا على اللينكدين دونك نجم نعاونه ونجمه إذا كان فهم حاجة مفهومة نعاون فهمها به نوصلوا للديفلوبمنت فيز هنا في الديفلوبمنت فيز الحقيقة أنا تدخلوا في الديفلوبمنت يعني بعد ما وضحنا هذا الكل دونك وبعد ما قررت الـ MVP نتاعك شنو تعمل أنا اللي عملته وحسيته أنه بالنسبة لي ناجح وبالنسبه لي خليني نخدم مرتاح اكثر من الاول راه ما عملتوش من بعد تلزيت وحسيت حاجه اوبليغاسيون عملت من الاول معناها في الاكسبيريونس لونين ما عملتهمش مي تو ما نجمش ما نعملوش فور اكزامبل تشوفوا لهنا اني نحط لي فيتشر نتاع لي زابليكاسيون نتاع لي نتاع السوليسيون نتاع كل وتكون فما في كل فيتشر يكون فما دوكيومون واضح يفسر الفانكشنال بار شنو هي الجول نتاع كل فيتشر شنو هو الديسكريبسيون السيناريو بالضبط شنو هو السيناريو شنو لازمك تعمل لان كنت تكتب مثلا باش تصنع اكونت يجيك فيريفاي كود بيفورم يجيك اس ام اس
ولهنا باش تكون تحضر السكتش تاعك شنو هو معناها السوليسيون تاعك شنو هو كيفاش تستخدمها معناها في الفرونت اند وهذه تخليك بعد تخدم في فاست ديفلوبمنت تاعك مي هذه راهي تنجم اني هكا عملتها راهي لاني ما عملتهاش اول مره هكا كان لاحظت وعملت اول مره في مي وعاودت بديتها في جانفي لانه من الاول مش قادر انك تحط كل شيء لانه كل شيء يبدا بشويه بشويه تبدا انت تركب في الموضوع هذاك او فير اميزير وانت قاعد تخدم نجم تحسنه باهي نجم سامحوني كان نحكي بسربه ان شاء الله تفهموا فيا باهي نرجعوا لهنا للفاز ديفلوبمون شنو لازمك تعمل قبل كل شيء قبل ما ديفلوبي حتى لو كان انت تو سي بون قررت باش ديفلوبي اول حاجه لازمك تشوف الستاك تكنيك باش تخدم به شنو هو انت باش تخدم ولهنا انا بار اكزومبل خدمت فلاتر وان شاء الله في فرصه اخرى نحكي لكم الفلاتر كيفاش يسهل الخدمه وخلاني نوصل الاوبجيكتيف نتاعي في اقل وقت ممكن وهذايا معناها حاجه باهيه برشا ولهنا شوا تكنيك سلون ديسبونيبيليتي سلون معناها لي كومبيتونس اللي عندك ولا اللي عند صحابك ولا الحاجات اللي انت تشوفهم ولا اذا كان انت ما عندكش باك جراوند تكنيك دونك 100% يكون عندك شخص معك شي يخدم الباك جراوند تكنيك هذا باش يخدم البارتي تكنيك هذا هو باش يعاون في الحكايه هذه شوا تكنيك مهم على الاخر وراهو حتى لو كان حاجه انت ما تعرفهاش ما هي راهي باش تكون مفيده للسوليسيون نتاعك ولا تكون خدمتها سهله ويكون شيء في التكنولوجيا هذيك دونك المستحسن انك تخدم بالحاجه هذيك ثاني حاجه بعد ما تحدد كل شيء معناها ستاك تكنيك اللي تخدم به شنو هو قبل ما تبدا ديفلوبي توضح صعوبات تكنيك اللي تنجم تلقاهم وانت قاعد تخدم ما تخليش روحك انك لانه الانسان كيبدا فما مثلا عنده الابلكيسيون تاعو باش يبدا يخدمها كيلك سوا ويب ولا موبيل ولا باكان وفي مخه انه فما فيتشر صعيب برشا ماهوش عارف حتى كيفاش يدخل مورالمون مش باش يبدا مرتاح مورالمون مش باش يبدا يستنى يقول توني نخدم في حكايه فيها كيف نشوف الغادي راني مش نوحل بل ما تبدا تخدم دونك تمشي تعمل ريسيرش على الحكايه هذيك انا بار اكزومبل كانت لي وقتها بايمون خاطر بايمون في تونس معطل شويه دونك عديت مده لوج على البايمون كيفاش باش نجم معناها نابليكيه دونك كي حليت الحكايه هذيك وقتها قبل اصلا ما نبدا ديفلوبي في حد شيء في حالة حكاية البيمون دونك وليت أني نجم نحضر بلان كامل اللي نخدم به وخليني نخدم خليني نخدم مرتاح نمشيو بعدها بلان مهم على الأخر في كل حاجة والحقيقة في الجانب باش نحكي شوية هنا على الماركتينغ اللي ماهوش باش يكفيني الوقت دونك هنا والبلان هذايا مهم برشا علاش أول حاجة إنسان كيف يخدم في حاجة كيف من هيك وبشب يخدم في ستارت اب دي ما ستارت اب ماهيش حاجة منظمة ماهيش حاجة مضمونة الناس كل دي ما خايفة ما ريسك انت ديجا تخدم في حاجة ريسك دونك في اي 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 مشكلة بتعرضكم الناس كل بتدخل بعضها ولا حتى انت وصح ولا حتى واحد انت من المو بتدخل بعضك وتقولوا كيف مش نعمل تو شيء بنامج تبدأ انت قبل ما تبدأ وضح بلان تاعك بتكون وقت تجيك مشكلة تقولها هيني هاو عندي لتاب هذي بهنمشي لتاب هذي حتى دي تتحل هذيك مي ماهوش معناها قرآن لا لا يتبدل أتوم مو خلي روحك معناها في اللغة متاع الدونت أبرنا يقول لك دونت ماري يو بلان معناها ما تعرفش بالبلان تاعك وتخليه ترسيلك واحد فيه معناها أما ديما البلان يكون لازم تبدي في كل حاجة لو تسكي ماركتينج تسكي سيلز معناها البلان تاع السيلز تاعك متاع الماركتينج تاعك متاع الديفلوبمون تاعك به لحد الان قداش مازال سلمى وقت دقيقه عجبتني الدقيقه هذه به والله مش عارف انا شفت نقرا الاسئله الكل dont rip that of my session play بي سامحونا الناس كل اللي غالب معنا الوقت ربنا إن شاء الله تكون فما فرصة أخرى نجم نحكي أكثر ونجم لأنه كانت عندي بشكلة في بيش نوضحهم أي نجم نبعث لكم بيان سيول بكم وضعي عبتكي بي تو نجيو الحاجات المهمة بي many people spend their life at the mercy of circumstances لهنا الناس كل علاش نولي خلينا أنه ما ناش ناس كل بش نكون بيز انتربرنور وما ناش ناس كل بش نكونوا أصحاب شركات ما نخليوش رواحنا وليلي قاعد يصير في أغلب العباد
انه يكون عبد الظروف. والله ظروف ما تسمحش باش اني نبدا نعمل. وهو راهو معذور، فما عباد ظروفهم فوق الطاقه، لكن راهو ولا نستنى في الوقت المناسب. والله هاو نكمل الحكايه ذي ونبدا، والله تو مانيش في المود اللي تخليني نجم نخدم وكذا. هذاك من كل اكد اذا كان عندك منهم تو وقعت امن بيهم، يعني وقعت تمشي بيهم، لكن مش تعمل حتى شيء، مش نجم تخدم، لان الظرف المناسب راهو ما يجيكش الظرف المناسب انت تخدم. باهي فما حاجه مهمه على الاخر، دونت كويت الون. علاش؟ لانه اذا كان تكونوا اكثر من شخص مهمه برشا كوتي مورال وكوتي انكم تعاونوا بعضكم. فما فاز اني بار اكزومبل، فما فاز كامله اللي هذيك تكون حقيقه سلون شخص، حبست اني وقتها نكون فيها وحدي لاني باش نجم نوصل لوبجيكتيف معين. وقت وصلت لوبجيكتيف هذاك ما لانسيتش معناها البرودوي، ما وضحت كل ما هو موجود، توسكي بزنس، توسكي ماركتينغ، توسكي تكنيك، باش من بعد نجم نخدم مع ايكيتا. ما راهو كي باش تمشي وحدك في الحكايه راك باش تتعب بالحق، وما تحاولش انك معناها، اما مش معناها وحدك ما توصلش، ما بريسك صعيبه برشا، مي اما راهو عاك شكون يعاونك على الاخر على الاخر. به فما حاجه اخرى، ماني از نوت ان اوبجيكتيف ان ذا لايف اوف انتربرينور. اذا كانك انت انتربرينور، الماني راهو الفلوس ماهوش اوبجيكتيف، الفلوس ريزلت. واذا كانك انت قاعد تخدم على الفلوس راهو لازمك تراجع روحك، ومعناها ماكش ما تتبناش ما عندكش المايند سيت نتاع الانتربرينور، لانه الفلوس بالحق بالنسبه للانتربرينور ما يجيوش تو. معناها انت يعني تخدم الون تيرم، معناها انت باش تخسر برشا من وقتك، باش تتعب الى ان يجيو الفلوس. هذا عجبتني الوحده مهمه على الاخر بالنسبه لي، يور دايركشن از مور امبورتنت ذان يور سبيد. واضحه وصريحه هنا، ومش الفايده انك توصل فيسع. قالها عمك ريتشارد الحقيقه، قال هذيك ما نش عارف اشنو هي. المهم يور دايركشن از مور امبورتنت ذان يور سبيد. ان شاء الله تكون واضحه، ما نجمش نزيد فهامه خاطر ماذا بين نزيد فهامه ما عنديش وقت. يعطيكم الصحه الناس الكل، اون برانسيب كملنا. ونحب نقول لكم انه بالحق راهو كل واحد فينا قادر انه يعمل اكثر ما يتصور برشا. اما امنوا برواحكم، خليوا الثقه في رواحكم كبيره. ما تقولش هاني ما نجمش وما نعرفش كلك، سواء انت حتى العبيد راي اللي عندي ما عندهاش ميم با عندها باك جراوند تكنيك، راه نجم يعمل معناها برشا حاجات. ولهنا برشا ستارت ابات حلوا، برشا شركات حلوا، عباد ما عندهاش باك جراوند تكنيك، لانه فما برشا حاجات اهم من التكنيك. مي العباد اللي عندها باك جراوند تكنيك يكونوا مرتاحين شويه، لانه خاطر البدايه نجم يبداها واحد. مي حاب نقولكم بالحق استغلوا وقتكم مليح. العباد اللي يحب انه يعيش مرتاح وفي باله انه يبدا يخمم انه علي نعمل شركه ونحل ستارت اب وكل شيء، وهو يوقف في 8 سوايع، وهو يتفرج في حلقتين تاع سيري في النهار، وهو يحب يرقد في القايله وكذا، راهو مش هكاك، مش هكاك نوصلوا بالحق. الوقت هذا نتاع العشرينات حتى الثلاثينات وقت باش نجربوا فيه. بعد تلقى روحك رابع برشا وقت. ننصحكم انكم جربوا تو، حاولوا اعملوا برشا حاجه تو. النجاح ماهوش سهل، مش مستحيل. خلي روحك ستريسي، اخدم ستريسي، اخدم برشا حاجات في الوقت، دونك خلي فما ضغط عليك وغادي فين تخرج من زون دو كونفور نتاعك. حقيقة ماذا بيا نحكي برشا حاجات، دونك ان شاء الله ما نكونش طولت. يعطيكم الصحة الناس الكل. سي بون سلمى، ما فتناش دقيقة. شكرا لك. دقيقة مازال دقيقة ولا فتنا؟ لا فتنا. 4 minutes de plus.